طيب خلونا ننتقل مع حضراتكم لخبر تاني متعلق بمطرب الراب عمرو سليمان. تصدر في الحقيقة محركات البحث خلال الأيام الماضية بعد أن تم إعلان إصابته بسرطان القلب، وتلقى على أثر هذه الإصابة دعم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. عمرو سليمان أو مطرب الراب يعني معروف في هذا المجال باسم أفرو، وكان فاجئ الجميع بإصابته بسرطان القلب. طيب خلوني أستقبل على زوم دكتور عمرو الحديدي مدير القصر العيني الفرنساوي عشان نعرف تفاصيل أكتر عن هذا المرض. دكتور عمرو، في البداية أنا برحب بحضرتك، أهلا وسهلا بك. وإحنا بنسمع عن كتير من أنواع السرطانات، يعني إن شاء الله ربنا يشفي عمرو ويحفظ الجميع، بس ما هو سرطان القلب تحديدا يا دكتور عمرو؟ اولا برحب بكم الساده المشاهدين. وطبعا الناس لما بتسمع سرطان القلب بتقلق جدا. هو الفكره كلها ان هو نادر الحدوث، دي مهمه قوي لازم الناس تبقى عارفاها. الحاجه الثانيه ان معظم اورام القلب بتبقى حميده، ومن اشهرها اللي هو الورم المخاطي الاذيني اللي احنا بنسميها المكزومه، دي هي اشهرهم. وهي مشكلتها انها بتيجي بتطلع من الحاجز اللي بين الاذينين، ممكن تسد الصمام اثناء حركه الصمام، والدم بيحصل ممكن يحصل منه كمان جلطات منها. لكن هي الفكره ان معظمه الاورام اللي هي الاوليه، وفي اورام ثانويه. الأورام الثانوية اللي هي ممكن تكون امتداد للأورام من حتة تانية، يعني بتيجي ثانويات بتيجي على القلب، سواء كان من الرئة، من أمراض، من سرطان أساسه من حتة تانية غير القلب، وتيجي هذه الثانويات تيجي على جدار القلب وممكن تعمل مية حوالين القلب. طبعا التشخيص ممكن يبقى فيه شوية لخبطة مع أمراض كتيرة، يعني حتى أمراض القلب اللي تصيب الشرايين، الأمراض ضربات القلب، ممكن يظهر بأعراض كتيرة جدا جدا مختلفة، زي متشابهة مع أمراض كتيرة. وبالتالي زي إيه دكتور عمرو برضو عشان الناس تبقى عارفة هو أنا هقولها بس الحضر. عشان الناس ما تبقاش قلقانة، ما برضو لازم نبقى إحنا نبقى عارفين إن هو نادر، وإن الأساس بتاعه حاجات تانية وهو فيجي بعد كده. لكن هنقول أمثلة إن هو ممكن يعمل ضربات قلب سريعة، ممكن يعمل جلطات في أي حتة في الجسم، بيبعد جلطات من على السطح بتاعه، ممكن يعمل هبوط في عضلة القلب فبيحصل قصور في التنفس، يحصل ألم في الصدر، يحصل ضربات قلب سريعة جدا، ضيق في التنفس، كل الحاجات دي بتتشابه مع أمراض كتيرة. فعشان صحيح. بس الناس صحيح. ما تفتكرش عشان إن ما يجي حاجة زي كده هتفهم بقى ان ده لا قدر الله اورام في القلب. هي الفكره كلها ان هو طيب زي ما قلنا لو نادر. لو لكن برضو هل يا دكتور عمرو في حاجه حضرتك تقدر تقولها برضو للساده المشاهدين، انه هي دي بتكون العرض ده تحديدا هو اللي ممكن يخلي الشخص يقلق ان ده ممكن يكون لا قدر الله سرطان قلب؟ بص حضرتك، اولا هو التشخيص، الاعراض ممكن تبقى متشابهه، لكن احنا لما بنتعمل مثلا موجات صوتيه على القلب نقدر نشوف ان في جسم جزء غريب، يعني او حاجه شكلها غريب شويه. هي اولا هي نادره الحدوث، لان الخلايا السرطانيه بتحتاج مساحه انها تتكاثر وكده، لكن القلب ما عندوش قدره الخلايا انها تعمل كده، عشان كده بتبقى قليله قوي قوي قوي. وبالتالي هي ما تقلقش، الانسان ما يقلقش خالص من القصه دي، لكنها تحدث زي ما اي حاجه تحدث نادره، لكن بتحدث، ممكن تحدث، لكن معظمها حميدي، وده حاجه كويسه. ممكن تحتاج جراحه، وممكن انها تحتاج علاج ما بعد الجراحه اذا كانت فيها جزء سرطاني يعني. طب وحدود الاختلاف بينه يا دكتور عمرو والسرطانات يمكن اللي احنا بنسمع عنها، وهل هو علاجه سهل؟ يعني هل ده يصنف نسبه الشفاء منه اسهل من السرطان في اي يعني عضو اخر من الجسم؟ طيب بصي حضرتك، عشان نقول لازم نبقى اولا مشخصين ايه نوع الالهاب بالعينه، ممكن يتاخد منه عينه، ممكن يتعرف اذا كان نوع السرطان. اولا معظمهم لو هي بحاجه ممكن تتشال بتتشال، ويتاخد ممكن علاج بعد كده زي اي سرطان، ممكن علاج اشعاعي او علاج دوائي او جراحي يتشال، بس لازم يبقى فيه متابعه بعد كده بالعلاجات زي اي سرطان. طيب هو مرض نادر، ومصابي السرطان احيانا بنشوف ناس
يا دكتور عمرو، يعني انا يمكن بطول على حضرتك، بنشوف ناس لا بتخف لا خالص. من السرطان وبنرجع تاني نشوف الخلايا بتعود وبتتجدد. هل سرطان القلب مختلف عن السرطان العادي فيما يتعلق بالموضوع ده، ولا يعني اللي هيخف من سرطان القلب هل هيعيش في هذا التوتر ان هو ممكن يرجع له تاني؟ إذا كان هو سرطان خبيث يبقى هو هي ممكن يرجع تاني، لكن لكن هو المشكلة إن هو بيأثر على الحياة، فهي دي المشكلة، لأنه هو مرض لا قدر الله هو قليل، لكن لما بيبقى في صورة ورم خبيث هو ده اللي بيعمل مشاكل مستمرة. لكن طبعا الإشعاع والعلاج الدوائي بيبطئ جدا نمو الخلايا السرطانية. أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور عمرو الحديدي، مدير قصر العيني الفرنساوي، وأكيد بنتمنى الشفاء لمطرب الراب عمرو سليمان أو أفرو.